بص، مقادير العجينه: 4 كوبايات دقيق، كوبايه وربع لبن دافي بيضايه، 2 معلقة كبيرة سكر، معلقه صغيره ملح، معلقه كبيره خميره، كوبايه زبده، نص كوبايه دقيق سميد للفرد. الحشو بتاعي نص كيلو دجاج مفروم، كوبايه برغل مغسول ومنقوع، بصل صغيره مبشوره ومعصوره مبشوره 2 معلقة صغيرة ثوم مفروم، 2 معلقة صغيرة بهارات سجق، معلقه بابريكا، ومعلقه كبيره فلفل احمر مفروم. أوكي. يعني ايه فلفل احمر مفروم؟ يعني الفلفل الطويل الاحمر دوت، الشطه ده، ها، نفرمه كويس ونحطه في زيت، هو ده اللي انا بقصده. يلا خلاص. طيب هجيب بوله برضو. هنا بقى العجينه من غير ما هنحط فيها الزبده بتتعمل العجينه؟ لا، نفس العجينه برضو. هي نفس نفس العجينه. بص هعمل كده عشان في الفراخ دي، انا جبت صدور فراخ صدرين كبار وفرمتهم في الكبه او بال يعني على ايدي. ماشي. خلاص هحط عليهم البرغل. اوكي. دي اللي انا هعمله ده هيبقى شبه، ممكن نعمله في السجق، يعني ممكن نعمله في زي ما بنعمل السجق اللي هو ده، او ممكن نعمله زي ما انا هعمله دلوقتي. خلاص هحط عليه ده البرغل، وبعدين الفلفل، البصله الصغيره، والثوم. اوكي. وبعدين دي بهارات سجق، تروح عند العطار تقول انا عايز بهارات سجق، مره ابقى اقول لكم عليها. ودي بابريكا لونها احمريكة، وممكن نحط شطه لو عاوزين. خلاص. سوري، راسي طلعت في الكد، انا اسف. الايه؟ خليك. خلاص انا هعجنهم كده. البرغل بنعصره كويس، بيحل محل اي ماده بقى احنا دايما بنحط على الكفته حاجه تمسكها، زي البقسومات، زي العيش، زي البتاع، فالبرغل بيحل محل الكلام ده. والزيت اللي في الفلفل ده بيحل محل الدهون اللي في اللحمه، لان الفراخ ما بيبقاش فيها دهون قوي يعني. خلاص هنسيبها تتماسك في الثلاجه لمده مثلا نص ساعه، هتمسك في بعض وتبقى كده كويسه قوي. هنقوم جايبين طاسه ونولع على نار عاليه وندهن الطاسه دي بزيت. خلاص انا عملت 3 هنا علشان يبقى عندنا جاهز نعمله، وهنقوم واخدين زي الهمبرجر. زي تقريبا، بس هنعملها. انت ليه سميتيه سجق؟ رفيعه شمها هتلاقيها سجق. خلاص بدل ما افضي السجق ازاي بقى. لا طبعا هتجنن. لا السجق بس حلو قوي. هي ريحتها، هقول لك ليه، ريحتها تجنن، لان فيها حلبه. طب ما البسترما فيها حلبه. بسترما، انا اول ما دخلت قلت دي فيها بسترما. بس السجق. بص بقى، ما هو السجق البهارات بتاعت السجق ايه؟ البهارات بتاعت السجق دي بتبقى، هما دول مستويين؟ ممكن ادوقهم؟ طبعا. نشوف الاختراع ده، حاجه غريبه. انت ممكن كمان تعمل، يعني انا بدل ما افضي السجق، في ناس بتفضي السجق. طب انا مش هفضي السجق، انا هعمل دي مستويه خالص. صح. خلاص. ما بتاخدش وقت بقى خالص، لان هي بتبقى ايه، رقيقه خالص. تقلبها الناحيه دي والناحيه دي، مفيش حاجه، بسيطه قوي. حلوه جدا. وبعدين الفلفل مش حاسس ان حراقه؟ صح. لا، الفلفل راح الحرقان بتاعه علشان الزيت. بعدين طبعا خلاص كفايه. بعد كده خلاص. طيب هتقلبها بقى الناحيه الثانيه. مش حاسه بالعجينه ازاي؟ هوري لك. حلو قوي. تسلم ايديك. جميل شريف ده. خلاص هجيب بقى العجينه بتاعتي اللي انا كنت عاملاها قبل كده. ممكن نوعين من العجين، ممكن عجين ما فيهوش زبده، يعني اعجن العجين اللي انا عجنته قبل كده عجين عادي وما احطش فيه زبده، بس احط له قطعه زيت، شويه زيت صغيرين او قطعه زبده، واعجنه بيها علشان تديني الفوليوم اللي انا عايزاه، ما تبقاش ناشفه يعني. هتقلبها. تمام. طيب وبعدين العجينه بتاعتي اهي، هجيب طبق فاضي. انا حلوه بشكل البتاع دي بقى. طعمها كده حاجة جديدة وغريبة. هجيب طبق مدور وهقطع العجينة بتاعتي دواير.
اهو. برافو يا اميره. I love it. جد؟ بعدين هقوم جايبه صينيه وهحط الدواير اللي انا قطعتها بالطبق بتاعي وفين اللي استووا الاولانيين. كلتهم. بالهنا والشفا. طيب حسن. ايوه هتحطها كده في النص لانها بس تستنى بس تبرد شويه لانها دافيه. لا خلاص حط خلاص. يلا شكرا. بس وهقوم مدبساها كده مغطساها جوه وهسيبها تخمر شويه وبعدين هدهن الوش بتاعي بضايا وعليها شويه خل. وتخش الفرن؟ وتخش بس هسيبها بس تختمر يعني. بتقعد قد ايه في الفرن؟ بس لغايه ما الوش يتحمر ممكن 10 دقايق ربع ساعه درجه حراره عاليه. بس خلاص. فايتي؟ سخنه قوي بس تحفه. بس انت ما دقتش حاجه زي كده قبل كده صح؟ جديده. جديد. دي بتاعتي. جديده وحلوه. بالهنا والشفا. ممكن يبقى جديده مش حلوه. ان احنا الناس بتحب قوي يعني احنا كمصريين بنموت في الحشو يعني ما نقدرش ناكل عيش كده. لا احنا نحب اللحمه الفريه. ميرسي يا اميره. ميرسي. بشكرك على وجودك معانا النهارده وعلى الاكل الحلو اللي عملتيه لنا. طيب احنا هنشوف فاصل بعد كده نرجع في الكلينيك مع استاذ دكتور احمد عوض الله مدير مركز دار الطب. بعد ما نخلص معاه عندنا فقره خاصه جدا ومهمه جدا لكل اللي عايزين يحجوا ويروحوا يعملوا عمره. مش هتلاقوا احسن من ناشونال ايجيبت للسياحه تطلعوا معاهم. وهيكون النهارده مشرفنا ومنورنا استاذ عاطف بكر عجلان رئيس مجلس اداره شركه ناشونال ايجيبت للسياحه. هيكلمنا عن اخر اخبار الحج والعمره مع الشركه. خليكم معانا لو سمحتوا.